لقد أهانوا الركع السجود وقتلوا من قتلوا، وفي هذا ظلم صارخ يستوجب علينا ونحن هنا في منارة الإسلام وفي منبر الأزهر الشريف حامي حمى الدين، نعلنها صريحة مدوية، نقولها بالصوت الجهير، نكتبها بالخط العريض: إن أمامكم رسالة يا أيها النظام العالمي، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، منظمات حقوق الإنسان، الحكام والرؤساء والجميع يجب أن يكونوا صفاً واحداً، كما علمنا رمضان وحدة الصف، أن نكون صفاً واحداً لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع أولئك الذين ظلموا وشغبوا عليه، وأخذ الحق، ما أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. لا بد من قوة ردع إسلامية تتمثل في بلاد الإسلام وبلاد العرب وأصحاب هذه الحقوق. يا كل حكامنا ورؤسائنا، يا كل منظمات العالم ومنظمات حقوق الإنسان، قفوا أمام واجبكم اليوم بعد أن داس هؤلاء الصهاينة الظالمون حقوق الإنسان وحرمة بيت من بيوت الله، ودنسوا وشغبوا على الأديان بازدراء الأديان بهذه الصورة البشعة التي واجهنا فيها صمت مخزي وجبان، صوت مخزي. هذا الصمت والسكوت لا يليق بعالم يتباهى بأنه عالم التنوير وبأنه عالم الحضارة. لا.